أنا زينب خريسات، ضابطة ارتباط لحملة شباب إلك وفيد لمحافظة البلقاء. موجودين اليوم لنقيم بعض المنشآت لمحافظة البلقاء من خلال تطبيق صحتك اللي فينا ننزله على تليفوناتنا المحمولة. من خلال تطبيق صحتك نحن قمنا على تقييم بعض المنشآت، سواء كانت مطاعم، أماكن تسوق، مراكز تسوق، والكثير من الأماكن الموجودة على التطبيق لنعرف مدى وجود أو مدى التزام أصحاب هاي الأماكن أو المنشآت بقواعد السلامة العامة.